ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل عصير الجزر بالبرتقال. حلو جدا طعمه وشكله، طبعا رائع مليان فيتامينات. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا احنا عملناه بكل بساطة وكل سهولة ازاي. ايه رأيكم في الالوان دي بقى؟ حاجة كده تحفة، قمة الفيتامينات. هنعمل النهارده عصير البرتقال بالجزر. معايا طبعا برتقال شيء مقشراه وشايله منه البذر عشان ما يمررش، ومعايا الجزر كمان مقطعاه مش مسلوقه لحاجه، يدوب انا غسلته وقشرته وقطعته قطع صغيره كده علشان الخلاط بتاعي. كل اللي انا هعمله كمان هحلي بعسل ابيض او بسكر، طبعا السكر والتحلية دي كل واحد على حسب ذوقه. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب الخلاط وابتدي احط فيه البرتقال، شوية من البرتقال كده وشوية من الجزر، طبعا على حسب ما الخلاط يشيل معايا اهو. وكمان ابتدي ان انا احلي العصير بتاعي، اخد كده معلقة من العسل الابيض وزي ما قلت لكم التحلية دي على حسب كل واحد بيحب السكر ايه. تقدروا تحلوا بعسل ابيض، تقدروا تحلوا بسكر عادي، دي ترجع لكم. وهبتدي احط مية من الحنفية او من الفلتر او مية ساقعة زي ما تحبوا. احط كمية المية المناسبة للجزر والبرتقال اللي انا حطيته، وهضرب الكلام ده كويس جدا في الخلاط. وتعالوا نشوف بعد ما يتضرب هنعمل ايه. ضربت العصير الجزر والبرتقال مع العسل، وزي ما قلت لكم تقدروا تحلوا بعسل او بسكر، دي حاجة ترجع لكم. لو البرتقال كمان اللي هو السكري حاولوا تقللوا نسبة السكر او التحلية اللي انتم هتحلوا بيها العصير. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هجيب طبق وفوقيه مصفى، ونبتدي ان احنا نصفي العصير بتاعنا. انا هصفي العصير دون واكمل باقي الكمية اللي معايا، ونرجع نشوف هنقدمه ازاي. شايفين العصير معايا اهو بيتصفى ازاي، طبعا هنقعد نقلب فيه كده لغاية ما يتصفى خالص معانا. صفينا العصير بتاعنا، عايزة اقول لكم طعمه حلو جدا جدا، مغذي طبعا جدا، مليان فيتامينات من الجزر ومن البرتقال. هصبه في الكوبايات ونقدمه. بيجي عصير الجزر بعد ما حطيناه هو عصير البرتقال، عصير جزر بالبرتقال او برتقال بالجزر زي ما تسموه. بجد حلو جدا، هيعجبكم، مش هياخد منكم وقت خالص، مفيد جدا ليكم وللولاد، هيقوي المناعه. الجزر من زمان نسمع بيقوي النظر، فلازم تجربوه، واتمنى ان هو يعجبكم، واستنوني فيديو جديد. باي باي.